الفكرة إن الشخصية دي بتظهر لما نلمس معاها في منطقة حضرتك معينة. قلت طرف العباية ودي عجبتني المصطلح ده. ايوه جدا. فكرة مثلا إنك تهاجمه، فكرة إن أنت تقول تديله أوامر أو تلغيه أو يحس إن مكانته بتتهز، هنا بقى بيبدأ يطلع ضوافره ويبدأ بقى يشوه في الصور الناس اللي حواليه بسيناريوهات وكلام منمق عشان يقدر يوصل لأغراضه. ما هو أي شخصية لما بتتكشف بيظهر القناع بتاعها، بتقلع القناع. ولكن أحيانا خلي بالنا نقول حاجة، هو ساعات ما بيتكشفش قوي بس بيظهر بعض الـ يعني إيه الخربشات كده. ولما هنيجي نسأله هيقول إيه؟ هيقول أصل أنا كنت بتنرفز، أصل أنا ما كنتش متصور إن هتقول عليا كذا، أصل أنا وصلني كلام عنك. فيبتدي برضه يعمل حاجة كذب علشان أنا في الآخر أطمن له وأكمل معاه المسيرة. هو مش شرط ان هو يعمل القناع ده ويخربش وينطلق من اول مرة، ممكن يبتدي يعمل الكلام ده على فترات، ولكن هنا بيبقى جرس انذار ليا. هو لما شال القناع شوية صغيرين ايه اللي ظهر من تحتيه؟ لو ظهر شخصية تانية غير اللي انا كنت عارفها، ما طبيعي انا ممكن اتنرفز، حضرتك ممكن تتعصبي، العصبية بتاعت حضرتك هتفضلي دكتورة نبال بس اتعصبتي، صح؟ مش هلاقي واحدة تانية اول مرة اشوفها. وهو ده اللي انا عايز اقوله يا جماعة، في حالة الغضب والعصبية واللي يعني ايه والعاطفة الشديدة دي، لو لقينا شخصية تانية خالص اعرف هنا حط جرس انذار، حط علامة استفهام. انما طبيعي جدا ان حد يقول فلان اتعصب، بس هيفضل فلان هو اللي اتعصب. بس هم